أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 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 Thank you.
Thank you.
السلام عليكم. مرحبا يا طيبين، مرحبا يا شباب، كيف صحتكم؟ إن شاء الله أموركم بخير يا رب، إن شاء الله دايما تبقوا بخير يا رب، والله يفرج علينا وعليكم وعلى أمة محمد، كرامة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أول شيء إن شاء الله يكون أنه عجبكم الفيديو، وصدقوني بإذن الله أني إن شاء الله هالقناة رح تقدم كل شيء مميز بهاي اللعبة. لربما يكون هذا الفيديو ما يكون مميز، يعني في ناس انه بتعرف المبدأ، بس هو مبدأ الفيديو تركيب محطات للحافلات بعدة دول، هن 5 دول او يا ربي 6 دول طبعا. وحطيت لكم 3 مودات للباصات، يعني بدال المود حطيت لكم 3 مودات للباصات، وانا نوعت يعني نوعت الباصات مشان يكونوا مختلفين. وهالباصات كل باص قام بمهمة انه يودي ركاب من مدينة لمدينة اللهم صل على سيدنا محمد في دولة، يعني بألمانيا وفرنسا وبإيطاليا، واللهم صل على النبي. طبعا اول شيء هدول هن، يعني خلينا ندخل في صلب الموضوع. طبعا هذا الرابط هلا بصلك مضغوط بهذا الشكل، طبعا بتفك الضغط رح يطلع عندك هدول الملفات. هون في ملف واحد زيادة، هن سبع ملفات. هلا انت هذا الملف يمكن الله اعلم نازل عندك زيادة، انا مسحته من هون من الفايل، بس بالتحميل موجود، فبتشطبه هدول الملفات اللي لازم ينزلوا، ال7 ملفات هدول بنشيلهم نعمل لهم كوبي بيست. هاي كوبي، طبعا بنروح على مجلد المود، هذا مجلد المود، هاي الملفات اللي يكون يا شباب، هاي 1 2 3 4 هاي 7 ملفات تمام. خلصنا من هذا الموضوع. هلأ بنجي للموضوع الثاني اللي هو الباصات. عنا هذا الباص ملفين، طبعا على فكرة أنا رفع لكم الملفات من عندي، يعني أنا ما بديك تحمل من إذا حملت من الموقع في ملفات ما رحت، يعني ما لازم أنت تنزلها، فأنت رح تضيع أنه هذا أنزل أو هذا ما أنزل أو شو أعمل. فأنا خلص أنت بس هاي الملفات هي اللي CKC خلص بتعمل لها كوبي بيست وعلى مجلد المود. وعنا هذا الباص الثاني 4 ملفات بس، هدول بتعمل لهم كوبي بيست على مجلد المود. وفي عنا الباص الرابع الثالث كمان 4 ملفات تعمل لهم كوبي بيست وعلى مجلد المود. هلا خلونا ندخل على اللعبة. طبعا قبل ما ادخل على اللعبة بدي انوه شيء بسيط، ضروري انكم يا ريت يعني اللي سمع الفيديو يكمل معي بس يسمعني بهالنقطة. الصوت الموجود بتحميل الركاب هذا صوت اجتهاد بالنفسي، يعني انا طبقت ركبت صوت حركة كراجات، يعني حركة محطات، عشان يكون يعني بيعطي جاز، يعني بيعطي يعني كيف بدي بيعطي واقعية اكتر، فهمتوا علي؟ فهذا الصوت ما هو موجود في المودات، يعني يجي شخص يركب المودات يقول ما بطلع لي انا هذا الصوت او ما كذا، انا هذا الصوت مطبقه تطبيق، يعني اجتهاد شخصي منزل الصوت في المونتاج تبع الفيديو تمام. هلأ خلونا ندخل على اللعبة. ندخل على مجلد المود. طبعا الباصات اول شيء هدول هنين الباصات، في عندك هذا باص 4 ملفات مع بعض بتطبقهم هيك، هدول ملفات الباص تمام.
وفي عنا الباص الثاني اللي هو بيهاد، هذا ملف وهذا ملف. المهم ترتيب الباصات يا شباب انه كل باص يكون ملفاته مع بعض، ما بصير تحط انه هذا لحال وهذا لحال وهذا لحال، مثل ما هو انا مركبهم شايفين، هذا واحد وهذا الثاني، هذا واحد مبين يعني انه هذا الفولفو، هذا الفولفو مبين يعني، خليني اقول بشكل الصورة انه هذا تابع مع هذا. المهم يكون هدول اثنين مع بعض وهدول الاربع باصات مع بعض. بنجي لهون، هاي الباص الثالث، هذا هذا ملف، هذا اثنين، هذا ثلاثة، هذا اربعة، تمام. هاي هيك صار عنا ثلاث باصات. نجي للمحطات، عنا واحد هذا الملف اللي هو البي سي، هاي القاعدة يعني، هذا لازم يكون اول واحد، وما تبقى كيف ما حطيت هدول ما بتفرق يعني. عندك هاي البي سي تحطها هون اول شيء، بعدين عندك واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة، هلا هيك هدول شايفين كلهم شغالين. هلا هون بعد ما خلصنا من هون، طبعا في اللهم صل على النبي، هلا بس ندخل على اللعبة. طبعا بس بدي اوضح لكم شغلة، انه مودات الباصات موجودة على صفحتنا على الفيس، طبعا رابط الصفحة رح تلاقوه بصندوق الوصف، بينما مود المحطات رح تلاقوه بصندوق الوصف. بس مود الباصات، مود الباصات رح تلاقوه بصفحتنا على الفيس. نحن عملنا هاي الصفحة خاصة بالقناة، وطبعا اسمها ETC2 مود محاكي الشاحنات. كمان ياريت تدخلوا على الصفحة تنوروها تكبروها فيكم يعني، فلأنه كل شيء مودات رح تنتشر على الصفحة مشان خصوصية اليوتيوب يعني، هيك أنا بحمي حالي إنه هذا بصير أنشره أو ممنوع أنشره. فكل شيء مودات مهمة رح تلاقوها بصفحتنا على الفيس. طبعا هون نحن دخلنا على اللعبة، نحن هون هلا دخلنا في اللعبة. أول شيء نفتح نشوف القاعدة إنه اشتغلت معنا. طبعا هي القاعدة الخريطة عفوا. هلا شايفين هاي اول شيء فرنسا، هاي الحمراء هاي المحطات الباصات، هاي الحمراء اللي هي محطات الباصات. طبعا هون عنا بفرنسا محطة تنتين ثلاثة، طبعا نحن هون بفرنسا. هلا منجي هاي عنا هون ألمانيا، هاي ألمانيا، هاي محطة، هاي محطة، هدول كل مدينة فيها محطة، تمام. يعني الخريطة كلها طبعا موجود، مو بس انه بهالدول، طبعا موجودة بكل الخريطة. شايفين هاي محطة، وعلى فكرة كل محطة إلى يعني إلى ستايل شكل، يعني كل كراج له ستايل شكل، تمام. خلصنا من هون، هلا بندخل على الباصات. طبعا هلا بالنسبه لموضوع الباصات بندخل لهون على محل ما بنشتري السيارات، بنلاقي عنا هون بند اسمه مود، تمام. بندخل على المود، طبعا في عنا هذا اول باص اللي هو الفولفو، وعنا هاي تاني باص، وعنا بس يفتح شوي لانه انا شوي بس امكانيات اللابتوب شوي يعني مو هالامكانيات الكبيره يعني. وعندنا باص الاسكانيا، طبعا هاد وهاد نفسه، هذول باصين بس كل واحد له ميزات شكل يعني. وعندنا هذا الباص الاخير اللي هو موتشوب. هن يعدوا ثلاث باصات يعني، هذا باص، هذا مختلف عن هاد وهاد، يعني هدول اثنين واحد، هدول اثنين واحد، تمام. وهذا الباص اللي هو الثالث، طبعا عنا اول شيء
الفولفو. أنا هدول الصور الخلفية بحبهم كتير. طيب هذا أول باص شباب. طبعا احنا هذا الباص الإضافات اللي فيه بس انك بتشغل بسكر الباب، شايفين بسكر الباب، طبعا لما بتطفي بفتح معك الباب. شغلنا، هلا بنجي نطلع لبرا نتفرج على الباص. هذا الباص هذا الباص تمام، نتفرج عليه هيك نظرة سريعة من جوا. هذا الباص طبعا هذا الباص هو من جوا. هذا اول باص، خلصنا من الاول. على فكرة انا لما صورت لغيت الترافيك، يعني مشان ما يصير عندي عقبة انا لغيت الترافيك مشان ما يصير عندي عقبة بالتصوير، يعني مشان يكون اسلس للتصوير. يعني الترافيك حلو في اللعبة بواقعية أكتر، بس أنا لغيته بس كرمال إني أسجل الفيديو وما يكون عندي عقبات، يعني إنه نتأخر ونستنى وإلى آخره. هلا نحن هذا أول باص، هلا بنجي للباص الثاني. هذا الباص الثاني، الباص الثاني طبعا في عنا هون مضيفة. الباص الثاني لما بتشغل بسكروا البابين، الباب تبع الركاب وباب الشوفير. هلا بفتح، طفينا الباص، فتح هذا الباب وهذا الباب تمام. نتفرج على الباص من برا. هذا الباص طبعا كل باص بيختلف عن الثاني، يعني هي نظرة سريعة من جوا.
يعني كل باص له سكين مختلف عن الثاني. وفي عنا هلا الباص الثالث. نجي للباص الثالث، هذا الباص الثالث. أنا هذا الثالث بحبه كتير هذا الباص. هذا الباص الثالث، اتفرج عليه من برا. طبعا هذا هاي من جوا، هذا بس لما يعني هلا مطفي بفتح البواب، لما بنشغل بسكر عندك باب الركاب وباب باب الركاب الداخلي وباب الركاب الخارجي. طفينا بفتح معك هاد بفتح معك هاد، شايفين؟ نظرة بس هيك سريعة من جوا. هذا الباص، هاي هون من جوا التابلو وهالامور. هلا نجي لاهم خطوه في الموضوع اللي هو الركاب. لما بدنا نفعل طريقه الركاب نجي لهون للتريلا، راح يطلع عندك هذا الخيار. هاد بس طلع هذا هون معناتها انت شغلك نظامي ان شاء الله تعالى. بتختار اي وحده من هدول من عدا الأخيرات لأنه فيهم حجم وزن زائد، يعني بيساوي مشكلة في الباص. مثلا اخترنا نحن هاي، بنعمل لها شراء. نحن وين موجودين؟ موجودين بهذا المستودع، تمام؟ محل ما انت موجود لازم ايش؟ تاخذ الميزة الركاب من محل ما انت موجود في المستودع. انت موجود هون، تعطيئك تعطيش. نحن اشترينا هلا، اعطيناك هلا، بنطلع بندخل لهون على التريلا لتحت. هذا المود اللي احنا اشتريناه هلا، عفوا تفعيل الركاب، هذا اللي اشتريناه. اي واحد منهم ما بتفرق، نضغط عليه بنجي بنعمل له هون على هذا اليوس، يعني مشان تفعيله مع الباص. نعطيه اوكي، نعطيه يس، نعطيه اوك. طبعا كل الباصات نفس الطريقة، يعني ما في شيء بيختلف. هلا بنطلع من هون ندخل على الباص. هلا رايحين نلاقي الباص انه مغير مكانه بالكراج، شايفين الباص غير مكانه بالكراج. هلا هيك صار مفعل معك تفعيل الركاب. ندخل لهون، نجي لهون محل التحميل، نضغط هذا الخيار التعبئة، يعني اسمه خيار التعبئة. هاي الركاب هون كلياتهم. طبعا نجي مثلا نضغط محل ما انت موجود، يعني انت موجود بهاي بباريس مثلا، تضغط هون بيعطيك هذا الخيار، شايفين كيف؟ هاي المسافة اللي بدك توصلها.
وما تبقى الأمور أنتوا شفتوها بالفيديو، ما تبقى الأمور أنتوا شفتوها بالفيديو. بس بحب أنبه شغلي إنه مشان أرجع أذكر، بالنسبة لصوت الركاب اللي سمعتوه في الكراجات في المحطات، هذا اجتهاد من عندي، ما هو موجود في المود. يعني أنا قصيت صوت ووضعته في المونتاج مشان يكون فيه مصداقية. يعني في ناس طب بتركب المودات وما في يعني جزء، ممكن يعني الصوت أعطاك واقعية أكثر، أعطاك حياة أكثر للحياة الواقعية للعبة الباصات أو الشاحنات. فأنت هون بتضل تتعذب يعني بتتعذب تتعذب، طب وين الصوت؟ ما في صوت. يعني هذا الصوت أنا اجتهاد من عندي، قصيت مقطع صوت وركبته على المونتاج. وموضوع الترافيك حكيت لكم أنه أنا شلته، وبتمنى تكونوا يعني استمتعتوا بالفيديو، بتمنى تكون إن شاء الله قدمنا لكم شيء حلو. في ناس ممكن فعلا في ناس كتير عم بتدور على الباصات، وهي الباصات موجودة، وبدال مود الباص ثلاث باصات، يعني بدال المود ثلاث مودات. والله يوفقكم يا رب، وبتمنى بس دعمكم للقناة، بتمنى دعمكم للقناة معنويا يعني باللايك والاشتراك وهالأمور هاي، بس مشان نبقى يعني تعطونا تشجيع أكثر إن شاء الله ننشر أكثر وأكثر وأكثر. وهالقناة قناتكم، وإن شاء الله ما بتكبر إلا فيكم، وانتو اللي راح تكبروها بفضل الله عز وجل، بفضل ثم انتو. الله يوفقكم يا رب، وسامحوني كتير على الإطالة، وفرصة سعيدة. وأخوكم أبو أحمد، وراح أبقى لكم بس كلمة أخيرة، لو تعرفوا انه هذا الفيديو قديش أكل معي شغل، إذا حكيت ما حدا بيصدق، مع انه مدته يمكن 34 أو 37 دقيقة أو الله أعلم يعني بالنهاية قديش بدي صفي، بس صدقا بالله لو تعرفوا قديش أكل شغل لحتى يصل لإلكم. يلا السلام عليكم، استودعناكم بالله، والله يوفقكم يا رب، والله يفرج علينا وعليكم وعلى أمة محمد. السلام عليكم.